مبدئيا كده ده فيديو بالكاميرا الأمامية، للناس اللي كانت بتسأل الموبايل بيعمل خطوط سودا كده وانت بتصور الفيديو. الموبايل مفيهوش أي حاجة في الكاميرا الأمامية، اهو زي ما انتوا سألتوا. الكاميرا الأمامية لما تيجي تصور فيديو على بيبقى فيه خطوط سودا كده تحت في نص الشاشة، مفيش أي خطوط سودا بصراحة شايفها في الفيديو ولا حاجة دلوقتي أنا بصور. ف مش عارف الصراحة، ممكن يكون عيب من موبايل معين بس، أو موبايلين يكون فيهم نفس المشكلة دي، لكن أنا جربتها مفيش حاجة بصراحة. وهو يعني أنا بحرك الاتجاهات كده، فاهم قصدي؟ بحرك الاتجاهات مفيش أي خط أو أي حاجة، الموبايل بيتعامل مع الألوان كويس. ده كمان الفيديو ده أصلا متصور بالكاميرا الأمامية من غير فلاش، يعني مشكلة عندك صدقني. المهم قبل ما أبدأ الفيديو دوت، يعني ممكن تختلف أو تتفق معايا في الرأي، في عيوب يعني ممكن تتفق معايا فيها ممكن تختلف، ولكن أنا لازم أقول كل العيوب بكل شفافية إن شاء الله عشان تكون عاجبك. يلا نبدأ الفيديو مع بعض. كده أشيك مش كده؟ الجراب طبعا شكله أشيك. السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم علاء رمضان وأنت بتتفرج على قناة المصري على اليوتيوب. يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، والنهاردة هنشوف مع بعض 24 إيه في الإنفينكس هود 8. الإنفينكس هود 8 الجديد اللي الناس سألتني عنه وحاولت بقدر الإمكان أجيبه وأعمل لكم عليه فيديو، والحمد لله دلوقتي معايا بقاله أكتر من أسبوع، فأعتقد دلوقتي كافي نوعا ما إن هو كان موبايل شخصي لمدة أسبوع. أقدر أقول لكم الحقيقة الكاملة بتاعته، كويس ولا لأ، وحش ولا لأ. وبالمناسبة في جبت ريلمي 3 قريب، برضه جبته من قريب وقارنته معاه في كام حاجة كده. المهم النهاردة فيديو عيوب بس، وعشان بس الوقت الفيديو ميبقاش تقيل عليكم وطويل، النهاردة فيديو عبارة عن فيديو عيوب فقط، وطبعا هيبقى في فيديو كامل للمميزات قريب، بس الفيديو ينزل خلاص يعني خلال كام يوم الجايين، على حسب يعني لو لقيت لايكات كتير على الفيديو وتفاعل يعني اعمل لايك عشان أقدر أنزل الفيديو بشكل كتير بشكل أسرع يعني. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. الانفينكس هود 8، يلا بينا نبدأ. أول عيب معانا هيقابلنا لو بصينا في الواجهة الأمامية بتاعة الموبايل، ألا وهي حاجة أنت بتبص عليها الشاشة. الموبايل حلو كل حاجة، بس المشكلة في هنا مش في الموبايل، شاشته ألوانها حلوة وكل حاجة، الموبايل شاشته كويسة وألوانها حلو، بس عليها تعليق شوية. هنا تصميم الموبايل من قدام، الموبايل تصميمه طويل، الشاشة تحس إنها طويلة في الألعاب، مش هتحس إن هي مثلا شاشة قوية مثلا عريضة كده اللي هتقدر تمسكها كده بإيديك اتنين كويس بشكل كده في الألعاب، فاهمني؟ ده أداءك شوية لأنها هنا طويلة، حتى مثلا مش هتعرف تستخدمها بإيد واحدة، بص مش هتقدر، بس إن كان عشان إيد طويلة، بص مش هتقدر تجيب مثلا كابوس آخر، مش هتعرف تجيب آخرها. أنا كنت أتمنى تبقى أقصر من كده شوية لكن أعرض، بس دي مشكلة ناحية الشاشة. تاني عيب طبعا ألا وهي الكاميرا الأمامية، هنا 8 ميجا بكسل. الكاميرا طبعا مش بالميجا بكسل، ولكن تجربتي ليها ومقارنتها مع ريلمي 3، ريلمي 3 يكسب في العزل وفي التفاصيل، كاميرا ريلمي 3 أحسن. بعيدا عن إن هنا في فلاش وريلمي 3 مفهوش فلاش، ولكن كاميرا ريلمي 3 بتاعت السيلفي تكسب بكل تأكيد عن الانفينكس هود 8 الكاميرا السيلفي. طبعا معظم العيوب اللي انا بقولها ديت ممكن بالنسبه لك في عيوب تكون مش مهمه بالنسبه لك او تقدر تتخطاها او تتحملها، بس عشان اكون صريح معاك لازم اقول لك تجربتي الحقيقيه بجد ايه اللي حصل معايا في الموبايل واللي واجهني، عشان تبقى جايب موبايل تبقى عارف كل حاجه عنه من قبل ما تجيبه، فاهمني؟ العيب رقم 3 واللي انا يعني شايفه عيب رخم شويه، الكاميرا الاخيره ديت الكيو فيجا. دي كاميرا ايه مهمتها؟ يعني دي مش كاميرا تصوير زي واسع ولا حاجة، كل اللي عليها إن هي بتزود في الإضاءة الضعيفة، جودة الصورة بتفتحها وكده. أنا بصراحة مش شايف حاجة في الموضوع دوت إبداع أوي، ومش ملاحظها بصراحة في الصور. يعني الكاميرا الخلفية كنت أتمنى إن هي تيجي مثلا 16 ميجا بكسل، ولكن من غير الكاميرا التالتة دي مثلا، فاهمني؟ أو يخلوا العزل بتاع الموبايل أحسن من كده شوية مع تطوير بسيط، أو كانوا مثلا يشيلوا الكاميرا دي ودو في وضع نايت مود زي ريلمي 3. يعني ريلمي 3 بقى في نايت مود دلوقتي ب 2300 جنيه، فده 2200 جنيه مفيهوش نايت مود، اعمل ايه بالكاميرا؟ اعمل ايه بيها؟ رابع عيب معانا الموبايل بيبصم بشكل ملحوظ، اللي هو يعني لو ايدك عانى شويه او حاجه هتلاقيه بيبصم، حتى الشاشه بتلاقيه بيبصم، طبقه الحمايه البلاستيكيه اللي جايه معاها برضه بتبصم. لو تلاحظ بص كده البصمات عامله ازاي، شايف باينه بشكل فظيع. اي موبايل في فلاس عادي بيبصم، بس ريلمي 3 مش بالشكل ده، التصميم مش بالشكل ده بصراحة، فدي حاجة بتقلق شوية. خايف البصمات دي مثلا من العرقات أو العرق والحاجات اللي زي دي، العرق يعني يوصل مثلا للسماعة والكلام ده، فاهم قصدي؟ أو البصمات دي تلم تقريبا تدخل جوه السماعة مثلا، فاهم كده؟ دي ممكن أقلق منها من الناحية دي، لكن هي كاستخدام مش مأثرة معايا، أو البصمات دي أصلا مجرد
ضاع ببصمة شوية، بس لما أجيب لون أسود بصمة مش هبان فيه، خاصة اللون الأسود اللي هو زي اللي معايا ده لما أتركبه بقى جراد هيبان اللون على بعد، وفي نفس الوقت مش هتحس بالبصمة لأن هو فيه جراد. خامس عيب الشحن البطيء بتاع الموبايل ده. الموبايل بطارية كبيرة 5000 mAh، وده هبقولها في المميزات بتاع الموبايل، فيديو المميزات عن المميزات التانية المخفية في الواجهة اكس واس وسوفت وير بشكل عام والمميزات اللي عجبتني معاه طبعا، ولكن هنا البطارية 5000 mAh مقلتش أنا حاجة بصراحة، بتقضيني يوم ونص وشوية استخدام، أنا كيوتيوبر بستخدم كمونتاج وحاجات زي دي، الموبايل مقصرش معايا فيها في استخدام البطارية يعني وكده، ولكن هنا البطارية الشحن السريع بتاعها يعني مفيش شحن سريع. انفينكس قالت مش الموبايل بيدعم شحن سريع، ولكن هنا الشحن في قلبه بطيء. دي حاجة. الحاجة التانية بقى منفذ الشحن هنا الـ USB، لازم تركب الشاحن، يعني هو السهم المفروض بيبقى فوق تمام، تركب الشاحن عادي زي الموبايل كده، لا لازم تخلف الشاحن، فاهم قصدي؟ فدي حاجة تضايقك لو انت متعصب مثلا او حاجة وجيت تركب الشاحن على انه عادي كده هتكسر السوكت، فاهم قصدي؟ فدي حاجة تضايق، هو المفروض كان يبقى زي الموبايل زي باقي الموبايلات العادي، يعني ليه بقى تخلوا السوكت مقلوك كده قلبين السوكت، فاهم انت؟ الحتة المشطوفة دايما كانت بتبقى من فوق، مش عارف ليه بقى بصراحة. العيب رقم 6 معايا وهو الأزرار الجانبية بتاعت الموبايل، يعني ما تقدرش خالص تميز ما بينهم زي ما أنت شايف، يعني زي ما أنت شايف كده الأزرار الجانبية ما تعرفش تميز ما بينهم بين زرار تعليق وتثبيت الصوت، حتى في الجراب نفسه ما فيش أي تميز خالص في الجراب زي ما أنت شايف، فدي حاجة تضايق شوية، اللي هو ممكن تغلط في الزراير فاهمني، وأنت بتيجي تعلي الصوت فاهم قصدي كده، دي بالنسبة لك ممكن تبقى شايف لك يعني هي بصراحة مستفزة شوية بالنسبة لك. عيب رقم 7 معانا وألا وهي الواجهة والإعلانات. واجهة انفينكس الإكس أو إس طبعا الكيتش 5.2 اللي أنتوا عارفينها الجديدة اللي هي نفس الموجودة في إس 4 مع نفس المعالج، ما علينا من الكلام دوت، الواجهة هنا كويسة وسلسة بس مش سلسة بالدرجة الكافية، في أحيانا كنت بلاحظ تقطيع بسيط كده في التنقل بين التطبيقات لما بدأت أثبت التطبيقات الخاصة بتاعتي وكده على الموبايل، حسيت الموبايل تقيل سنة بسيطة، مش بيهنج ولكن تقيل سنة بسيطة، لكن هنا فيها حاجة لاحظتها، يعني ساعات لما بتيجي تعمل تسريع هنا تمام بيجيب لك اعلان كده في الاخر، لما تعمل تسريح كده بتلاقي فوق هنا كده بص ساعات يجيب لك اعلان تحت هنا تحت دي كده، طب ليه مش فاهم، حتى هنا بص لما بتيجي تعمل كده ليه يجيب دي، طب ليه يجيب الواجهه دي تمام، فيها اعلان برضك تبع الموبايل، دي حاجه تضايق بصراحه. غير كده هنا بص فوق هنا بيجيب لك تطبيقات مصغره وحاجات غريبه كده، دعايه للشركه ولا ايه مش عارف ايه لازمه الحاجات دي، انا مش فاهم، بس هي ينفع تلغيها الحمد لله دي. لكن الاعلانات اللي عندي التسريع والهنا دي وكده ما بتتلغيش للاسف، مش عارف ليه ما لقيتش اي سيتنج خاص بيها. عيب رقم 8 معايا الا هو الميكروفون الاضافي. هنا بدورت في الموبايل فوق تحت في الجوانب ما لقيتش ميكروفون اضافي خالص غير الميكروفون الاساسي، بس هو زي ما انت شايف اللي هو جنب منفذ السماعه دوت، فدي حاجه بصراحه هتضايق شويه مفيش ميكروفون اضافي، فلو انت من الناس اللي بتصور فيديوهات او كده في زحمه او اماكن فيها ناس وكده هيضايقك شويه الموبايل في الحته دي، لانه هينقل صوت الدوشه دي مباشره، هينقل الصوت لوكشه واحده على بعضه فاهم، باكج على بعض دي كده. اللي رقم 9 معايا مفيش مستشعر ريموت هنا زي شاومي، يعني فوق مثلا في الموبايل هنا مفيش برضه في اي حاجه خالص مستشعر ريموت، فوق فاضي خالص في الموبايل مفيش اي حاجه مستشعر ريموت، دي حاجه تضايق شويه، لان يعني كل موبايلات شاومي اللي فيها السرعه ديت فيها مستشعر انفراريد اللي هو التحكم في الاجهزه المنزليه وكده. في حاجه رخمه بقى شويه الا وهي الفلاش الامامي بتاع الموبايل، بيشتغل عند الشحن حتى لو قافل الموبايل خالص وبتشحنه هتلاقي فلاش برضه شغال بدرجة إضاءة بسيطة شوية، يعني قال إن هو لمبة إشعارات، مش عارف ليه الحتة دي انفينكس، يعني الحتة دي هتأثر شوية على الشحن بتاع الموبايل، الموبايل بصراحة بيشحن وقت طويل جدا، يعني الناس كلها شفتها بتقول الموبايل دوت، معظم الناس تقول لك الموبايل بيشحن في ساعتين ساعتين ونص، الموبايل والله بياخد معايا شحن أكتر من 3 ساعات وببقى قافله، دي حاجة تضايق شوية، وأكيد أنا متأكد لو نزل أبديت يقفل يبقى في تحكم في الإعدادات بتاع الموبايل، إنك تقفل الفلاش او تشغله يعني تسمح له بالتشغيل او الايقاف وهو الموبايل بيشحن توقفه، يعني ده هتبقى حاجه كويسه جدا، اعتقد ان نزل تحديث الغيره هيبقى كويس عشان يشحن اصلا، يعني هيزود من الشحن لانه اصلا بيبقى مفروض خلاص وبيشحن، وفي نفس الوقت يبقى بيستهلك من البطاريه لان هو شغال طبعا وهو مفروض خلاص، مش عارف ليه بصراحه كده. الفيديو ده برعايه مفروشات نسمه لجميع انواع مفروشات العرايس، لو كنت عريس او عروسه بتجهزي نفسك في جروب مفروشات نسمه هتلاقي خدمه شحن كل المنتجات لجميع المحافظات، في الجروب ده هتلاقي ملايات قطن مصري وتركي جميع انواع الفوط والستان وكمان البطاطين حتى الملايات الاطفال ومقاسات خاصه، ومش بس كده كمان هتحصل على خصومات كبيره جدا لو عرفتهم انك جاي من خلالي، ادخل الجروب بتاعهم من الرابط اللي هتلاقيه في الوصف تحت الفيديو ده،
خلي حياتك كلها سعادة مع مرفوشات نسمة. عيب رقم 11 معانا، ألا وهي الحافة السفلية. الحافة السفلية بتاعت الموبايل ده كبيرة شوية، بص معايا كده تحت، إيه البازلز دي؟ البازلز كبيرة أوي فعلا، لا تقارن برمز حافة الرمز السفلية، أصغر من دي شوية، ليه كده؟ نيجي للعيب رقم 12. العيب رقم 12 هنا تطبيقات في الواجهة بتاعت اكس او اس بتاعت انفينكس، تطبيقات كتير ملهاش لازمة. يعني أول ما جبت الموبايل اتصدمت، لقيتهم حاملين لي حاجات كتير، فيسبوك وواتس وماسنجر وانستجرام، قلت والله شكرا كتر خير، ألف خيركم، أنا زي اللي في برامج سوشيال بتاعتي وكده. ألاقي بقى معاهم برامج تاني كده، حاجة اسمها فوم بارتي ومعرفش إيه وحاجات غريبة، وإنفينكس مول، برامج أنا مش محتاجها. يعني أنت ليه طيب تنزل البرامج دي كده إجباري وتستغل في المساحة على الفاضي؟ وزائد كمان إن فون ماستر ده مش عاجبني أصلا، اللي هو يعني مشرف الهاتف دوت، فون ماستر مش عاجبني بصراحة، بحس إنه عامل زي فيلم ماستر كده، أكتر برنامج في العالم، ولا مش شايفه خالص سلس جدا الأسعار دوت، اللي هو مشغل الهاتف. مش في الهاتف ده بصراحة مش شايفه بيقدم ميزة حلوة في الموبايل، حاجة تافهة. العيب رقم 13 ألا وهو مفيش دارك مود في السوفت وير. لو بصيت كده في قائمة الأشعار بتاعة الموبايل زي ما أنت شايف كده، مفيش خالص أي دارك مود. دارك مود ده الناس ما تعرفوش، ده وضع الظلام أو بيخلي كل حاجة في الموبايل باللون العادي الأسود، يحسسك كده بتوفير الطاقة بتاع البطارية، بيوفر في الطاقة في نفس الوقت بمتعة كده في الموبايل وأنت بتستمتع بيه. دي هنا مش موجودة، مش عارف، كنت أتمنى إن الميزة دي تبقى موجودة بصراحة. وطالما اتكلمنا عن الدارك مود، نروح للعيب رقم 14 ألا وهو قائمة الإشعارات. يعني أنا جربت كذا موبايل من إنفينكس قبل كده، جربت الهوت 4 والهوت 5 اللي هما بأندرويد مارشميلو وكده، تمام. رجعوا الموبايلات ديت الهوت 4 والهوت 5 وكده لما بقوا بأندرويد نوجا، خصوصا الهوت 4 لما حدثوا أندرويد نوجا قبل كده، لقيت القوائم بدل ما كانت سودا بالشكل ده بقت باللون الأبيض. جيت هنا في الهوت 8 رجعت القوائم خلوها أسود تاني، يعني مش فاهم بصراحة. يعني انتوا شوية بتخلوا الستارة لونها أبيض كده كمان، تشعر أبيض ومش عارف لا يسوي، مش صح، مش حاسس إن هي، حاسس إنها قريبة من أندرويد الخام شوية، مش حاسسها حلوة بصراحة كده بالنسبة لي يعني شوية. حتى كده السوايبس فيها لما بتيجي مثلا تبص تنقل على حاجة كده مش بيعمل لك كده أي تنقلات كده حلوة، فاهمني؟ زي يعني في شاومي وكده يعني. برقم 15 ألا وهو الشبكة بتاعت الموبايل. شبكة الموبايل مش الأقوى، حاسس إن شبكة ريمي 3 أحسن. أكبر دليل على كلامي ساعات حصلت معايا مرة أو مرتين من ساعة ما جبت الموبايل وجرب، الشبكة بتضعف مش بتسقط، بس أنا في مكان شبكته كويسة فالشبكة كانت بتضعف، دي حاجة غريبة، مفيش موبايل ما جربته معايا في نفس المكان الشبكة بتاعته بتضعف بالشكل ده خالص، مفيش ضعف خالص. يعني لما بفتح الواي فاي، لما بكون مثلا قافل الداتا وقافل الواي فاي وكل حاجة، لما بتيجي تشغل الواي فاي بلاحظ إن شبكة الموبايل بقت شرطتين، تلات شرط، في حاجة غريبة شوية، اللي هو الشبكة، إيه علاقة الشبكة بالواي فاي؟ ليه الشبكة بتضعف لما بفتح واي فاي؟ مش عارف. بس في الموبايل الحمد لله يعني من ساعة ما جبته مفيش حد اتصل عليا مثلا واداله مرة غير متاح أو مثلا مغلق أو الكلام ده، لا مفيش الكلام ده خالص بصراحة. الموبايل كشبكة كويسة بتعتمد عليه، بس الأمانة كان لازم أقول إن دي حصلت معايا مرتين بس من ساعة ما جبت الموبايل، كأمانة يعني. العيب رقم 16 هنا مفيش مدير ملفات. مفيش مدير ملفات هنا في الموبايل خالص، منزلين لي الفايلز بتاع جوجل، وبصراحة الفايلز بتاع جوجل ده مش شايف حلو خالص. في مدير ملفات بتاع انفينكس اللي كان موجود في الهوت 5 والهوت 4 والهوت 3 والهوت نوت، فين ده وراح فين؟ اللي هو فيه كويس وكده، لدرجة إن أنا اضطريت يعني أعمل مدير ملفات بتاع شاومي اللي أنتوا شايفينه فوق أهو، ده الأصفر ده خالص بشاومي. فدي بصراحة حاجة ضايقتني، يعني الموبايل مفيش مدير ملفات ليه؟ العيب رقم 17 ألا وهو المعرض. المعرض بتاع الموبايل هنا مش عاجبني خالص بصراحة، لدرجة اضطريت إن أنزل معرض تاني جديد دوت اللي أنتوا شايفينه دوت في الأول، اضطريت إن أنزله عشان بصراحة مع إن فيه إعلانات، بس بصراحة اضطريت أنزله عشان تقسيم القوائم بتاعته بيكون أسرع وأسلس. يعني مثلا هنا لو دوسنا على المعرض دوت الخاص بإنفينكس وكده زي ما أنت شايف، تقسيم القوائم كده صغير قديم، لكن أنا بصراحة بفضل القوائم اللي هي بالشكل دوت. اللي بشكل ده طبعا فدي حاجة كويسة، اللي هي بتكون أكبر ومقسمة، لكن أنا بحس إنه مش سلس خالص المعرض، يعني مش قائم ترتيبها بالترتيب اللي أنا متعود عليه من معظم موبايلات إنفينكس. طور في المعرض لكن تطور فاشل بصراحة، فده رأيي برضك، ممكن تتفق أو تختلف عادي. هيبقى رقم 18 لما بتعمل تسريع ما بيقفلش كل التطبيقات. يعني مثلا في موبايلات جربتها بدون ذكر أسماء، لما بكون مثلا في شريط فاتحه مثلا وبعدين طلعت منه،
تمام، بيكون شركة ساعات بيجيب لك اعلان كده في النوتيفيكيشن بار في قائمة الاشعار، بتلاقي جايب لك اعلان كده هنا مثلا. لما بتعمل تسريع بتدوس على المكنسة مثلا كده هنا، التسريع ده تروح عامل هنا كده تسريع من هنا، تمام زي ما انت شايف كده. المفروض ان هو يقفل التطبيقات اللي زي دي. بنزل برضه قائمة الاشعارات، بلاقي النوتيفيكيشن بار في قائمة الاشعارات، بلاقي الاعلان ده موجود او البرنامج ده لسه مفتوح. مش عارف ليه كده بيقفل برامج معينة، يعني ممكن مثلا يقفل الفيسبوك ويسيب الواتس، يقفل مثلا الواتساب ويسيب الماسنجر لو انت بتفتح الاثنين مثلا، مع ان القفل ما بيكونش مفعله عشان الناس بس اللي ايه مش واخدة بالها، ما بيكونش مفعل القفل طبعا. ف دي حاجة تضايق شوية، مش عارف ليه. حتى جوجل بلاي لما يكون جايب لك إشعار تحديثات وبرضك تعمل تسريع، برضك بتلاقي نفس إشعار التحديثات موجود دلوقتي. طب أنا خلاص شفت وعملت تسريع، لا لازم تمشي الإشعار بنفسك أو تدخل على التطبيق نفسه معلومات التطبيق وتعمله إيقاف إجباري. ليه كده؟ أنا مش عارف يعني. فينيكس بصراحة يعني كولر أو إس بتاعت أوبو وريلمي بتبقى يعني ذكي شوية، سوفت وير أذكى شوية من كده في إدارة التطبيقات. العيب رقم 19، العيب رقم 19 هنا أكبر، لا كلامي إن السوفت وير يعني صرف لفظ غبي شوية في التعامل مع الموبايل وكده. السوفت وير هنا سخيف شوية. لما بتيجي تثبت برنامج أو تطبيق يعني أو لعبة، بعد ما بيثبت التطبيق خالص بتلاقيه جاب لك كده فحص الفيروسات، بيفحص التطبيق ده فيروس ضار يعني ولا لأ. طب يعني أنا عايز أفهم حاجة، هو المفروض التطبيق ده أنت تفحصه قبل ما يتثبت أصلا؟ بتفحصه إزاي بعد ما بيعمل عملية تثبيت؟ يعني نفترض التطبيق ده مثلا ضار، بعد ما تثبت هيدور الجهاز خلاص، هتعمل له فحص إزاي؟ المفروض تلحقه قبل ما يتثبت تشوف في الأول مثلا ده ضار مش هثبته، فاهم قصدي كده؟ وننتقل للعيب رقم 20 هنا، مفيش وضع ليلي خالص في الكاميرا. الكاميرا الأسوار الخلفية مفيهاش خالص وضع ليلي، نايت مود زي ما أنا قلت. المفروض يقلبها أصلا الكاميرا التالتة تحط وضع النايت مود بدلها، هيبقى أحسن بكتير وبيحسن، خصوصا بقى لو خلوا الموبايل يدعم تطبيق جوجل كاميرا، هيبقى الموبايل أفضل بكتير، هيبقى كاميرته لا تقل إبهارا عن ريل مي 3. العيب رقم 21، مفيش تصوير بطيء سلو موشن في الكاميرا. يعني إعدادات الكاميرا مفيهاش خالص أي تطبيق، أي قصدي أي أوبشن سلو موشن تصوير بطيء. ريلمي 3 ب 2300 جنيه أغلى منه ب 100 بس، وفي سلو موشن وفي وضع ليلي. فليه هي انفينكس كده؟ ليه؟ بحس إنها مسترخصة في الموبايل، لازم تحط حاجة تقفلك، حاجة واتنين وتلاتة تقفلك من الموبايل. العيب رقم 22، سماعة المزيكا وكده والأغاني تحت على الشمال زي ما أنت شايف، سماعة تحت على الشمال ده هيترجم ليه او هيضرك في ايه كعيب؟ لما تيجي تمسك الموبايل كده زي ما انت شايف تلعب عليه مثلا كده، عليه كتم سماعة كتم، هتقول لي بسيطة يا عم اعمل كده اهو، هقلب الموبايل كده وسماعة تبقى باينة ايه. انا فاهم قصدك، بس وانت عامل كده البصمة والكاميرا هتعرق، فممكن الكاميرا مثلا تجرح منك تفتش البصمة، فاهمني؟ وانت بتلعب خصوصا الكاميرات هتبقى عرضة للقربشة والعرق، وده مش صحي بصراحة، ما انصحش بيها خالص. العيب رقم 23، التحديثات و الدعم بتاع الموبايل دوت. انفينكس مش شركات، كذا موبايل جربت من انفينكس تقريبا، موبايلين جربتهم قبل من انفينكس قبل كده، روت 4 وروت 5. انفينكس مش الشركات اللي دايما ماسكه بمبدا تشتري موبايل جديد تبعت لك تحديثين ثلاثه اول 4 5 شهور، بعد كده توقف عنك الدعم، مش زي شاومي وريمي والشركات التانيه والاندرويد الخام والحاجات دي، بتوقف عنك التحديثات على طول، ما بيجيلكش التحديثات خالص بعد كده. يعني نزلت واجهة جديدة مثلا تحديث جديد للواجهة وكده، بعد سنة أو بعد 8 شهور وكده مش هتلاقي لك انت خلاص أي تحديث، مش حلوة في حتة التحديثات. العيب رقم 24 معايا، الفلاش مش بيشتغل مع تسجيل الشاشة فيديو. لو أنت مثلا محمل برنامج، يعني لو أنت ناس من اللي بيعملوا مونتاج وبيصوروا شاشة فيديو كده، لو محمل برنامج زي الدويو ريكوردر اللي تحت خالص دوت، تمام شايف؟ ما يكون واضح عندكم برنامج زي الدويو ريكوردر دوت، طبعا أنت عارف إن هو متضرر وأنت بتسجل الشاشة او بتلعب، تقدر تشغل الكاميرا هنا كده على الجنب، فاهم؟ وتبقى بتصور نفسك وانت بتلعب في نفس الوقت. دي ميزه حلوه في البرنامج، بس دي مش موجوده في تسجيل الشاشه بتاع الموبايل، وقلت ماشي مفيش مشكله. المشكله بقى ان البرنامج ما بيدعمش ان هو يشغل الفلاش الامامي، فانت بتضطر ان انت تيجي تشغل الفلاش الامامي من النوتيفيكيشن بار فلاش عرب، تيجي تشغل الفلاش الامامي مش راضي يشتغل. طول ما انت بتصور البرنامج ما يقدرش يشتغل الفلاش الامامي، السوفت وير بيفهم ان البرنامج التاني بيستغل موارد الجهاز اللي هي الكاميرا، فمش هيشغل لك الفلاش، فاهمني؟ لكن لو انت فتحت تطبيق الكاميرا بتاع الموبايل هيتفلاش الامامي، هيبقى شغال عادي. ليه كده يا انفينكس؟ مش عارف بصراحه يعني ليه. في موبايلات كتير بتعمل كده بدون ذكر اسماء، في موبايلات كتير بتعمل الموضوع ده. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، خلصت ال 24 عيب اللي قلت لكم عليهم في الانفينكس سويت 8. اتمنى اكون قدرت افيدك تاخد قرار ولو بمعلومه مثلا عن الموبايل تبعك. طبعا ده مش اول ولا اخر فيديو عن الموبايل، الموبايل لسه هيقعد معايا فتره برضك، ممكن تقول شهر شهرين الى اخره لحد ما طبعا اتصرف فيه وكده. المهم الموبايل زي ما قلت لك
العيوب اهيت، وان شاء الله قريب هيبقى في فيديو مميزات للموبايل دوت، مميزات بالترتيب بتاع الموبايل زي ما قلت لكم، كل حاجه عن الموبايل فيه. انا حددت فيديو المميزات بتاع الموبايل دوت حوالي 17 ميزه تقريبا، فهعمله في الفيديو ده ان شاء الله قريب. المهم، وطبعا انا بعمل لكم فيديو لمميزات الواجهه بتاعت انفينكس كلها، الاكس او اس وكل مميزاتها الموجوده فيها. بس كده، مش عاوز اكون طولت عليكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو مش عايز تشترك في القناه ولا تفعل جرس التنبيهات ولا تعمل لايك براحتك، ولكن طبعا زي ما قلت لكم اللايك لو كان كتير، لو قدرنا نوصل 1000 لايك بشكل اسرع طبعا الفيديو هينزل لكم اسرع، هخلص مونتاج وهتشجع اكتر انزل الفيديو بسرعه بتاع المميزات. وبس كده، حاول لكم استمتعت بالكلام معاكم من كل قلبي. كان معاكم علاء رمضان، اشوفكم على خير، السلام عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة.